السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباحكم ورد ونرجس وفل وجادي وياسمين ورازقي، كل الزهور اللي في الدنيا على حد يعينكم يعينكم، واسمي إن شاء الله بيكم بتيكم أعشاب البر كلها ورودها، لا بيتم خزامة ولا بيتم نفل ولا بيتم شيء، كل الروائح الطيبة بتروحونها إن شاء الله. عاد هذا اللي بيسرون مكاشيت، ما بلا بيتمون مركزين في البيوت قيض وشتة، لا والله ليه بيلازم يسير ويجي ويتحرك، لكن بقدر المعقول يعني. هبرغدة من يصبح لين يمسي، المراد أموري طيبة، وكانت سيرتنا أمس موفقة لدبي، والحمد لله أمورنا طيبة، وشفنا العرب والعرب شافتنا وعينا من الله خير، والدنيا مطرجة أقولكم. فالوقت اللي خطف في كل حارة أو كل فريج شيء، مكان يسمونه الصنية. الصنية هذه في كل فريج، يعني في أغلب الفرجان يعني. ففي طرف الفريج تلقط الصنية، يكودون عليها الزبالة الله يعز معكم السامعين، أو الفائض من البيت أو الكترة أو الحنتويل واللي هو يعني، ويتكود مع مر الزمن يسوي مثل الهرم، مثل اليبل يعني، مع الدوس والساير والياي والحيوان الله يسلمكم، ويعني مع هذا كله يخطف الوقت تكبر الصنية. فيقولون يعني ما تكبر للصنية، يعني مع الوقت يطرون الإنسان ليتكبر على الواد، ما تكبر إلا الصنية ولا الآدمي الطبيعي. ترى الله خالجنا طبيعي، يصير ويجي الكبر مبله، الكبر للصني. فلذلك هذا وصف يتواصفوا به الأول، وعقب الحمد لله مع التطور والتكنولوجيا والخير، وهذا أول ما بنت الناس البيوت، وهذا أزمة الحكومة تحط في كل فريج في طرفه تحط حاوي ولا حاويتين، حاوي ولا حاويتين قدام في طرف يعني في سيدات البيوت، يعني ما بعدل كل بيت حاوية مثل الحينة، لا ودرام كشرة الله يعزمك وسامي، لا الأول بين ثلاثة بأربع بيوت درام واحد، بين بيتين ثلاثة درام واحد، الحين قدام كل بيت درام كشرة الله يعزمك وسامعين، قدام كل بيت شيء درام كشرة. ليش أنا قلت هالرمزة؟ يعني ما شيء بيت ما شيء قدامه درام كشرة، ما شيء بيت ها تحرم بيت ما في درام كشرة، لا ما شيء بيت ما في درام كشرة، كل بيوت كل بيت فيزرين قدام درام كشرته. هي يعني هذا الشيء مبسر، فدرام الكشرة يعني محتوى البيت، شيء عدل وشيء مايل وشيء زين وشيء زوين وشيء ودرام الكشرة ترى ما بمعاير، لا هذا شيء عادي. عيوب، من العيوب ان لا بد ولا عذر منها، عيب لكن لا بد ولا عذر منها، ما بن عيب يعني شيء محتوى مبزين، يعني محتوى اللي داخل كشرة مبزين في كل الاحوال، كان عدل ولا مايل كبير ولا صغير، حجم مدور مستطيع اللي هو، ترى هذا في درام الكشرة شيء مبزين. فلذاك يقال ما شيء بيت ما شيء قدامه درام كشرة. هي لكن هذا احد العيوب اللي لابد منها، يعني مثل اللي يقول لك شرا لابد منه. فقبيح وشين من الانسان انه ينسى عيوبه مهما كثرت، ويتذكر عيوب اللوادم وعيوب جيرانه وعيوب اخوانه وعيوب صدقانه، ويجلس يعايرهم فيها. اوكي انتسحت هاي العيوب، عفى الله عما سلف، رب العالمين غفور رحيم، العيب ما بيتم تحلج بالحياه، ومن تاب الله عليه، فلان كانت هالنمونه تسوي، وكان هالنمونه يسوي، ويده هالنمونه، وخالته هالنمونه، وعمته هالنمونه، ليش هالمعاير كله؟ ترك البيت في درام كشره، قلنا لكم ما شي بيت يخلو من درام كشره، ما يستوي. فلذلك يقولون العيب بلاء ومن عيب ابتلى، العيب بلاء ومن عيب ابتلى، ما حد يعاير. وايد البيوت اللي الاول كانوا ابهاتهم وخوالهم وعمومتهم يعايرون العوايل الفلانيه والناس الفلانيين، ان كان فيهم ولا ما فيهم،
فيهم رب العالمين يا أدرى، والناس تدري ما حد ما شيء يتغبى، لكن رب العالمين يا زاهم، وفي كل بيت من هاي البيوت اللي كانوا يعايرون رب العالمين حط لهم آثة قدام عيونهم، من صلوبهم، من بطونهم، من ظهورهم، مركوزة قدام بيوتهم، في نص بيوتهم مركوزة، ويشوفونها صبح ومساء وما برايمين يقولون شيء. ليش؟ لأنهم كانوا يعايرون الوادم الأول بهالنمونة، ورب العالمين ركز لهم أبوية من حشاشة يوفهم قدام بيوت قدام عيونهم صبح ومساء. ليش؟ هذا كل من اللي معاير. الله يستر علينا وعلى أمة محمد أجمعين. أها، كل ولا المعاير، وكل ولا تجليب الدفاتر، وكل ولا النميمة، وما حد ياكل لحم أخوه المسلم حي. أها، خذوا مني الرمسة، أنا ما بخير عنكم، أنا إلا شراتكم، كم ما بخس ولا شراتكم. ها، أنا حالي حال العرب، أسير وي وأكل وأشرب وما شي قلنا لكم. بقعة ما فيها معشرة، المعاشر ما زره الدنيا كلها مقابر، يعني المقبرة مقابر، ما شيء دار، ما في حل، ما فيها علة، وما في شيء بوي بقعة ما فيها مقبرة. والحمد لله رب العالمين، لحد يعاير حد، ولحد يسب حد، وكل إنسان اللي فيه يسد ويمزر بطنه، لا ييلسون يظهرون يفتحون كشاكيل ودفاتر عن فلان وعلان وسوت وفعلت وتركت ولا لا 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 لا. هي والله اللي خلاني أقولكم أطري الموضوع هذا، يوم من أيام الله يتخبروا الحرمة، يقولوا لها نحن نبي ناخذ البنية هذه، مخلصة من أول إعدادي، كانت هذاك الوقت مخلصة من أول إعدادي، شو رايك؟ يبين عليها بشيلتها وما شاء الله وخفيفة الدورة في البيت، ويمها دومها من تيم المدرسة، نشوفها لو يمها في المطابخ، لا تخلي شيء ما تسوي، ما شاء الله إن شاء الله شغل البيت، وتكوي ثياب أخواته، ويعني هاي مديح لأول بني الحريم في الحرمة، ما يطالعون بس إلا جمالها، لا يشوفون خدمته بعد. شو ردت عليها حرم؟ قالت تحملي. ليش؟ قالت أخذت فطوم تحيدينها شهر دوية التريول، يوم أبوي وصلوا قرب طريف انجلبوا أبوي انجلب بهم الموتر، وماتوا باثنين أتم. انزين هاي خالته وهاي شي خصها، وتخيلوا سبحانك يا رب، هاللي اللي كان جاي يخطب ردوا عنها البنية، ما خطبت الحرمة هاي حق ولدها، وردوا عنها وقطعت نصيب البنية هاي، لكن رب العالمين رزقها بريل يسوى 40 ريال، ولين اليوم أشوفهم عايشين وبخير وسهالة، لكن هي ردت نصيب ورب العالمين راد لها نصيب أخير. فلذلك دوم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا بغطت الموضوع هذا يوم سمعت به، لكن سبحان الله، الله له مغزى، لكن هذا القال والقيل الجليب الدفاتر اللي ما يوجف عفى الله عما سلف، وكل أرض شربت ماها. هي والله. وبالنسبة الله يحفظكم للي يتشرهون علي أني ما عديت قصص من زمان، لا قصص، لا خراريف، لا شيء، أتفاهلكم طيب إن شاء الله في القريب العاجل، اليوم بكرة، اليوم بكرة، لكن 90% أن اليوم بعد لكم خروفة من الخراريف الأوليات إن شاء الله، إذا شايف العمر بده. هي أنا ما أصبر، ما أقول ما عد عليكم خراريف، والخراريف مكودات ما شاء الله من كل قطبة مغنية، المخ أبوي شال شيء وايد، والبطن ما بالله ضام عيش ولحم، ضام شيء وايد دون العيش واللحم. هذا صلاح، ها أنا موجود، أنت وين؟ بعد تكذب دقيقة؟ احلف. انزين زحام بعد حبيبي، بلاد ما فيها زحام. صلاح 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 صلاح، اي بلاد ما فيها زحام مبزينه، يعني لا فيها لا رز ولا نصيب ولا شغب. صلاح صلاح صلاح، الزحمه لا بد ولا عذر منها، اي بلاد فيها زحمه يعني فيها خير، فيها اوادم ان شاء الله. لا تتاخر ان شاء الله، يلا اترياك، بليز يلا ماشي مشكله، يلا بعد تقول لي بليز.
يعني حي تودرت لبقع كلها ويلس على كرسي ليش ان شاء الله؟ هابي ها كرسي العمدة ما تريد؟ انت تعالي سعدالي انزين شان بي. السلام عليكم صلاح. صلاح تخلي صلاح تقهوى صلاح؟ انزين صلاح بدخل شوي عندي شغل بي دقيقة واحدة يني نون قاق وقاق. زين صلح راح شو تريكت اليوم؟ خي خي خي. انا ما قلت لك ايش حالك شو تريكت؟ خس بس صدق؟ والله كذا ما بعرف قداح شو كان شو كان؟ انا ما يكلم مسبح هو كان يسبح لا ما على وقت انا سبح انا ما يكلم صلاح كلم ما كل شيء باب مسكر ايه دقيت عليه الباب هو مسكر ما حوالي ما عليه ما انت شو تريك؟ ما بعرف خاش باش خاش ما شي بيض ما شي خس خاش باش خاش بس خس هدى 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 تعالي شويه صلح صقر هدى ما هي بعد تكلم وايد هدى الله هدى بارك الله فيها اليوم سوت لنا شو اليوم سويت لك سوت اليوم الطنجية سوت الطنجية بنزلها بعد شوية بنرويكم شي الطنجية وتستوت وكم طريقتها مكوناتها الطنجية أكلة جميل وفنان ولذيذ ووايد وايد لذيذ فوق ما تتخيلون وما يبالها زود شغل يلا حياك الله تعالي ساعري مرة ثانية شو بتسوي لنا شيء جديد حنسوي نفسها بس على دياي لا نحن هاي نفسها على دياي اللي على دياي يسوون عليها أختك مثلك لا نبغي شيء جديد نسوي ان شاء الله الطاجين بالقوق طاجين بالقوق انت واكله عمك يلا صلاح صباح الخير السلام عليكم ما في فلوس يقولون الله يعني بخشي صلاح صلاح حبيب صلاح احنا الحين ماني بالدارب امس فرقتي 500 يقولون 500 كله كل واحد 50 مجسم ولا 10 ما مجسم بيزات هو ايه 500 امس مسوي ابا كذا بابا بنوته بنوته اما كلام ابوي يقول ما بمينو يا جسم 500 مينو سيري سيري هدى ما بيعطيك ما بيعطيك لا ما في منه انا اي شيء انا لا انا حل هذا شو اسمه اسد جيب البوك مال صلاح بنعطي صلاح شوف بس 50 صلاح 50 50 صلاح ما عندها لا ام ولا ابو يتيمه ايوه بس سيري قلبي بلا ابو عندي ابويا اخويا ليش ما ما تبوت دريقش انت ابويا ابويا خلل ابويا ابويا دراني حكى لي قال ما إيه ما تبوي بتسافر ابويا ولا امي شي خلاص هاي سيري سير ما شي فلوس ما شي فلوس سيري ان شاء الله ها بشورة الصبح اشتي طلعت الشمس وبشورة نهنين اهل الخليج حس ابو محمد خولد الخولدي شرفني أبو محمد بمتابعته لي عبر سنابي واليوم أنا أقول له أبو محمد حول ما أكرمتني بمتابعتك لي أبوك تهدي متابعينك سنابي وتنشروا تنشر سنابي وهودي المنطقة اللي أحين أنا جالس أصور منها هودي منطقة حل التاب إلى منطقة الجادي اللي سميت سنابي على اسمه سناب الجادي نسبة لقيمتي التاريخية الحضارية الثقافية ومكانته بين مناطق وبلدان الخليج واليوم يا أبو محمد أنا أبوك تنشر سنابي لأن متابعينك يستهالون بأنهم يجوني يشون ليهم لو يومين بهود المكان بهود البحر بين هودي الجبال بهو على هودي السياف الشويطة وانت يا أبو محمد منبر إعلامي الكل يتمني يظهر بسنابك وإن شاء الله ما بتقصر وهودي منطقتي الجادي اللي دائما أنا أصور منها البنية التحتية للمنطقة ممتازة 100% من ناحية الشوارع الإضاءة الاهتمام الحكومة ما مقصرة مهتمة بالمكان 100% وبنفس الوقت محافظة على طبيعته مثلا هودي المربائي تاريخ المنطقة تحكي تاريخ المنطقة والمربائي ترممات وترتبات هذا بعض من يومياتي بمعشوقتي ما انا اسميه الجيدي وهودي السلوات اللي وارشة لني هودي مال الخضر اللي يكودوها مع الدكون شيل لنه ان شاء الله زرعنا الطماط وزرعنا البطيخ او الجح ما يقول ابو محمد خالدي هو يقول وهني تبقى انزين بطرش ليكم بيها طماط ورويد وبصال
وهود المكان يا ابو محمد ما غريب ليك. ال 2018 اليوم اللي جيت به الجيدي ومشيت لصوب خصاب لوموني الجموع وقالوا كيف خلدي مقابل الشوئر اللي هو انا. قلت ان شاء الله بنأزمه وقالوا انت الشوئر وما تأزمون اللي بقصيدي. فقلت يا الخلدي مرلينو ولوط الشبن سلم وبنكحل عيونو بهودوك المبسم حبهنو وحبهنو وحبه محامة تولم دوابة تفيدنو اسميل سونك مرهم. كل الناس يجونو ولا حي يدري بيهم الا انت من جيتنو سراقة قلوبهم. الله يذكره بالخير ابراهيم توفيقكم ما اوفى. اقول بنتوفيق فزقنو لا تسوي روحك مصطام قلو ويمر صابنو ليل ونهار بيهن احلام. وحين الخلدي انا طرش له هذه الفيديوهات وان شاء الله يقبلها، ولكن ابو محمد اذا بتقبل تنشر لي ابوك ضروري تنشر هذا الفيديو اللي هو الشيء اللي انا افكر به انه عائق، ولكن انا اشوفه ما انه عائق. لهجتي هذه اللهجة الشحية، لهجة منطقتي، لهجة اهل بيتي. تروح هذه اللهجة اللي انا اتكلم بها الناس اللي جات هذا المكان بتلاحظ بانه من منطقة لمنطقة اللكنة تفرق، اللكنة النطق قلبان الكلمة هذه لهجة شحية، واللهجة الشحية أصلها عربية. إذا تأخذون الكلمة بكلمتي وتردوها تبحثون عنها بالمعجم بتشوفوها عربي فصحى. المقصود من الكلمة اللي هني نقولها نفس المقصود من الكلمة إذا نقولت بالعربية الفصحى. وهني هنا لهجتي أنا لهجة شوي مبسطة كوني حضاري، لكن لهجة أهل الجبال الناس اللي تكتلوا حول نفسهم وكونوا حتى يوم وما كونوا يحتكون بحد، فكونوا رحلاتهم الموسمية يشتلون الأيلة القبيلة كاملة من مكان لمكان. صحيح الأويل بأساميها تفرق، يعني كل واحد يسمي نفسه للمكان اللي طلع منه. يعني إذا جينا نقول الخنزوري، إذا جينا للخنزوري وين أساسهم؟ أساسهم جبل خنزور. فكونوا الناس تسمي هنا منطقة رؤوس الجبال بشكل عام، كل واحد يسمي اسم ايلته بالمكان اللي هو طلع منه، فنقول الخنوزري طالعين من جبل خنزور. وكلنا هني ننطق اللهجة الشحية، ما يقولون نتكلم باللهجة الشحية كلنا. اما قلت انا هني ببساطة كنا حضاريين احتكينا بالمناطق المجاورة عن طريق السفر. زمان اللي طلع قابل زمان الكويت، ازمن مقسامي في شيء اسمه زمان الكويت، فالناس اللي مش اشتغلت بالكويت. الزمان اللي قبل الكويت جيك زمان للناس مش اشتغلت بابو ظبي. هنا كنا ما تقول الحياة كانت بسيطة، فكانت الناس تبحث عن الرزق، فمشوا الكويت وقبل اقب مشوا ابو ظبي والبعض ماشي البحرين ما سمعنا. فهنا الريال الشاعر هذا طارت عماركم متابع من المتابعين قدام اللي من اول ما تأسس السناب عندي، فما شاء الله عليه رجل طيب وشاعر احساس مرهف. انا روحي اعز يعني، لكن يوم الله ما الله كتب هاك اليوم انه انطلاقه فيها يوم سرنا روس ليبال، وهو ملم بمنطقه روس ليبال سلسله جبليه بلاد من كبرها من اجمل مناطق العالم بتشوفون. تابعوه وايد بيعيبكم، انسان عنده محتوى وطيب وناس وعرب وقبائل، وانسان من النوع اللي بسيط. اتمنى من الله انكم تفهمون لهجته، لهجته شوي صعبة لكن إذا بتركزون يسدكم المناظر يا أبوكم أنتو. الله يحفظه ويبارك فيه ويطرح البركة فيه وفي ذريتي يا ربي. الحين طالت أعماركم بخبركم أنا وين. هذا اللي تشوفون أبوي، هاي الوثبن أنت في أبو ظبي أبوي، في أبو ظبي ما بفعل أرياف فرنسا ولا الحقول وكروم العنب في إيطاليا. لا، انتم حاليا طالت عماركم في العاصمه ابو ظبي. هذا الموقع اللي انا فيه يبعد من ابو ظبي حتى 15 كيلو ما يستوي. هالغبيب الخضراء اللي تشوفونه كلها هذا ما شاء الله تبارك الرحمن لا شيء انهار ولا شيء. شو ها كلها هذا كله سدر، كله سدر. وحينه ابوي ليبه طوله العمر والصحه والعافيه اي يتمشى في هالمكان. يتمشى ابوي بين حينه السدر ميبب وغادي ريحه الدنيا تفوتخ، بالاخص الاذان المغرب واذان الفجر. يا سلام سلم، انا طالت عماركم ساير الوثبه، ساير تحيدون وين مهرجان حياه شيخ زايد؟ عيد الاوليه هاي يا رابين وين الشير سوا ظليل يطرون ابوي هاي البقعه.
هاي البقعة يا رابي اللي في سار رابي وين الشير سوا ظلي هاي الظليل يقونها هذي بويش ظليل النخيل والسدر والغاف والسمر إيه حافظ يا حفيظه شوف الله عليكم انتو تراكم في دولة الإمارات والله يبوكم في إماراتنا الحبيبة كل شيء فيها زين هذا على يمين الخط وانت ساير وين وانت ساير للعيد هاي الوثبتي تعالوا طب تخير تمشى غابات لها أول ما لها تعالوا تحيد من هالمكان عادة هذا وين أبوي يستوي مهرجان زايد للترات هذه القلعة كيلو في كيلو بلاد من كبرها ظهر سيدس المبنى الرئيسي اللي هناك أيوة هذي تشوفونها الدنيا غبيب خضرة تغني يا ليل يا معية وامطرت العام ويا مع ناس انبسطة واستانسة ولكن إن شاء الله السنة العلم عند الله إن شاء الله طالبين من الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء واللي هذا بتعين خير باركنات في أربع الأماكن في أربع المواقع أربع أطراف دور مدار هذا المبنى الكبير كلها باركنات يا غير ما كان حتى مكان يسد من كثر العالم اللي كانت تتي تبارك الرحمن موقع زين وكان الفعالية في منتهى الروعة وشيء كان جميل يعني لكن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء هذا عن المسلمين وتي الناس وتعين من الله خير وتنبسط وتستانس وإن شاء الله يا رب العالمين أن يكتب لك فيه خير وهدى وصلاح أي دخل في عقولكم أن تلقطون منطقة حنمونة أي منطقة في الشرق الأوسط نخيل ونظافة وأمن وأمان في كل الدنيا عودة بلاد الله كلها زينة يا غير نحن بلادنا ما شاء الله غير بلادنا غير عن كل دارنا غير عن كل دار أنا أشهد إنها كل بلاد ولها خصوصية وكل بلاد لها معناها وطريقتها وسلومة حلها وعادات وتقاليد لكن نحن ما شاء الله علينا غير والله النقير ولا أحد شراتنا في الدنيا العودة والله يبوكم منو يروم ينكر الأعمال الجبارة اللي استوت فيها البقعة منو يروم ينكر أكثر عن 30 أو 40 دولة هي من العالم هب 40 140 137 يعني تقريبا 140 دولة شاركت فيها المهرجان فيها المحفل الكبير داخل هذا وين تحيدون هناك وين نافورة أكبر نافورة وأكبر مسرح وأشياء كثير وأسواق شعبية وعيالات واللي وكل شيء كل طرب وكل شيء فنان كله كان موجود لكن إن شاء الله إذا الله كاتب نصيب بيسوي شيء السنة الحول حائلة الله أعلم يعني عندهم أبوي اتخاذ القرار وإن شاء الله كل شيء بيستوي زين وفنان وما لكم إلا طيب الخاطر إن شاء الله حد يسألني بيستوي شيء ولا ما بيستوي السنة شيء بيستوي ولا ما الله أعلم أنا ما أعلم الغيب شيء مهرجان ما شيء مهرجان أنا ما أعلم الغيب ولا عندي أي خبر لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى إن لأن هذا متنفس الوحيد وإن شاء الله أكيد إذا بيكون فيه لكن أكيد بيكون فيه إجراءات احترازية من الجهات المسؤولة أكيد يعني 100% إنه بيكون فيه شيء كبير وإن كان شيء موجود بيكون فيه إجراءات احترازية كثيرة لكن أنا ما أعرف هل إنه شيء ولا ما شيء العلم عند الله ولا حد يسألني لا على الخاص ولا على العام أبرنكم بدال الودي ألف ودي وقال لكم هذا على فكرة إعلان مدفوع الثمن إعلان مدفوع الثمن نقطة آخر السطر إنزين هذا طارت أعماركم مشروع وقال لكم ما أعلن كل يوم لك 600 مشروعين لكن اللي أعلن عنه هو الشيء اللي أنا أخذ منه وأقولكم إنه زين وما أقول زين إلا من بعد ما أركز على حسابهم المبيعات الانتقادات التعديلات النظافة وين مصدر العيش شو نمونة عيون الشم كل شيء وعقب أعلن فاليوم بتشوفون شيء ما قد شفتوه في أي إنتاج الطوية على فكرة هذا الطوية في العين طوية في العين إنتاج أبوي بنت من بناتنا المواطنات مجتهدة لكن ما شاء الله عليها هذا يوم أقول لك كانت ناس تطير مسلقاي هي تطير واجفة 40 نوع أكل 60 80 100 يمكن 150 نوع أكل روحها تعرف تخدمهن وعندها بطاقة ما شاء الله بنيات جايبة ويا حد مواطنات وشيء من دول مجلس التعاون وشيء أبوي مساعدات ومدبرات منزلية فمتعلمة كل خدمة في الدنيا كل طبخ في الكون موجود عندها فمطرش السنابل يمكن حق 10 أو 20 طبخة لكن الأكثر
هي اللي ما طرشته منيو ولا اكبر مطعم انترناشنال موجود يروم يسويها اللي هي تسوي. وخدمه فتحت على فكره وطالعت، وحين برد بفتح مره ثانيه لجل فقط ارويكم شو اللي عندها. هذا اول بلد ثلاث ابو شو لك 600 نمونه عندها. الباستات هاي مثلا البينك صوص والجبان بنوا وايد اشياء اللي عندها، لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. مهما اختلفت الانواع انواع السعاده يبقى الاكل اجملها غير العيش. ماشي ترى بنادم شيرات اكل وشرب، شيرات اكل وشرب ماشي ابوي، شيرات الاكل شرها كله طريقه الباكينج مالها وطريقه التغليف. ليلي تعقلكم لا تلقطون شيء وتوصل بجميع الاماكن الدوله. بسم الله بتجربون وما يازلكم شرهوا علي هنا انا يا خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي، شرهوا علي هنا اما يازلكم اي شيء اكل كل سبايسي. واللي حين عمره ما يعيب السبايسي لا يدق تليفون ولا يطلب، ترى كل سبايسي ما بعاد نار الله المقدس لا شيء. يلا عاد الكافيه ها صبري الحين عاد هاي دقه الصوص. وهذا طالت عماركم الكشري، الكشري الاصلي عندها ابوي مساعدات مدبرات من مصر من الفيوم من دمياط جايبه من كل بقعه. شوف طالع لكم كشري في الصحن. يا سلام يا سلام. وهذه الدقه شو خليت عادل؟ نعم ترى اعلان مدفوع الثمن. كيف ما اغني ونص ابوي، اغني ونص اعلان مدفوع الثمن وزين ويرزق. اي لك 600 اعلان، هي لك 600 اعلان، لكن يوم بي الاعلان فنان وطبخ فنان اكيد بيغدي زين. كل شيء من شيفتي يبين ما يبالي حتى الطعيم. يا رب من بيضة عافية بكم. وهذا طالت عماركم الاكل الصيني من المنيو الصيني. هذا ابوي من المنيو الصيني. بعد حدث ولا حرج، كله فريش ترى. كل اقول لكم ما تخلي شيء ما تعرفه. لا تقول بتروح زفره، لا تقول بتروح شيء ولا شيء. كل التول ما بغراف طلاليب ولا عطيه تبويه، معلوم ان بيزات، لكن كل شيء ولا شيء. والعيش من اجود انواع الرز، من اجود انواع العيش اللي هو انديان جيت. الانديان جيت هذا وغالي جليل المطاعم اللي يستعملونه. وريح يعني روحه ريح تضرب غمرة الراس. نعم اسميكم بتغيلن اليوم بتغيل بتنفخن عشان ما تضرب كنغيره. هذا عاد الله يحفظكم البتر تشيكن، هذا البتر تشيكن بالعيش الاخضر. وهذا طالع اعماركم ربيان مسالة، وكل واحد يختلف عن الثاني كل واحد. وهذا عنده سيجنتشر على فكره، هذا العيش الاخضر ترى سيجنتشر. والفئه المستهدفه في هالمشروع منو الفئه المستهدفه؟ طالت اعماركم الهب العزايم الخفيفه لمتيامعات في عزبه في حق مكاتب طلبه مقتربين، كل هذا فنان كل زين ما يبارك كله ترى مطعم من المساعه. الحين برد الطعم مره ثانيه لا اجل خطاركم. بسم الله. اوه بتندحقن اليوم صراحه بتندحقن والله يا ابو اخوي. يا راسي دار. هذا طالت اعماركم كله سبايسي ميكس مال سي فود. يبي شلي اخواشيج شليهم كلهن، كل اخواشيج كل مأكولات البحريه موجودات فيه. لا تم قبو، لا تم نغر، لا تم ابويه، كل شيء في الدنيا العود موجود ابوي في هذا. كل هالخلطات البحريه، ولا تقول بتروح ريحه زفره ولا ريحه سجن يسلكم طريقه التغليف. هذا نوع، مليون نوع ونوع، مليون نوع ونوع، ما في نمونه وحده ولا نمونتين، والعيوش بانواعهم. لك طلعت العيش، طلع العيش، شوف العيش. كل حب على راسه، ما وحده متلاصقه ويا ربيعته، شو السبب؟ رم بنات الدار يختلف عن اي رم. قلنا لكم شيء حرمه.
وشي شرالك بيش يترمرم، شي حرمة وشي حرمرم، وشي شرالك بيش يترمرم. هاي كلكم ما شي تم في الدنيا بعودة حقة تفادى أقولكم. هاي سمعتوا عنها اللي اتخذت البيس والداوي، هذه ما شاء الله عليها العيش يكفت مية تمويل على الله تصيرك. شوف الله عليك كله تول تحط، ما بدنا قوت على يموت، لا كل شيء تول مكون وريت تضرب في خميرة الراس. ناهيك عن المعابيج. شوف الله عليكم، شوف الله عليكم، شوفوا حمسة العلو اللي حمسة البطاطا. والله يا ابوكم تضرب في خميرة الراس، ترى كل سبايسي. لا تقول محل قالكم، الفئة المستهدفة الموظفين في المكاتب، الطلبة، كل حد، التجمعات في أي مكان، يعني بالتجمعات التجمعات يعني كل واحد بينك وبين ربيعك مترين. ما قالوا لا تاكلوا وصوموا، قالوا تباعدوا. ما قالوا هلتوا عماكم، قالوا تباعدوا. ناهيك عاد عن المعابيج. المعابيج عند وغلط مليون نوع نوع، مليون نوع نوع. وهذا الدقوس الكويتي اللي كل هالعرب تعرفه، هذا هو الدقوس الكويتي. عندها حلقة تفادى أقولكم، وعندها استعداد وتوصل جميع دولة الإمارات، يوصل بالتيم والوقت. وما عليكم إلا ترفعون الشاشة توصلون لين حساب، حساب مميز، أكل مميز، وأنا مسؤول. ترى لا تدرون هالبرقة وين جاي الحين؟ ما برقة، هذا فلاش، هي جاي فلاش. زين افتح 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 عاد بسرعة بسرعة بسرعة. طر طر كامل، طر مني كله طر. يلا يلا طلع اللي داخل هاي الفلاش. الله يحفظك. او قلت انا السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اظهر عاد يلا عن ابو قماش هو. يلا هذا فلاشة، شو فيها؟ قولوا فيها طالت عماركم. اغاني بالخير الاوليات اللي من اول ما غنى لين اليوم. واحد من هالراس الخيمه من عشاق بالخير، الفنان عبد الله بالخير. فيوم مدحت امسيه يكلمني الاغاني الاوليات، يوم خالين الفكر مثل البقر. انا يعني من هالاغاني القديمه يعني، ومن قبل من مكدتي مين، وما يعني كلهن الاغاني الاوليات. حنايا السلام عليكم. هاي حنايا فتحي الليت. فاقولكم يوم بدي حتى نطرشي ما اللهم في الدمين. مشكور يا ابو سيف، مشكور مشكور يا ابو سيف. اي والله المراد انه يعني كل حياه بالخير الغنائيه كلها فيها الطويل، وهاللي تشوفونه. اي والله يضم شيء وايد. مشكور مشكور يا ابو سيف. طيب الله عليكم الليت، تحرم المكسار. كلنا everybody sing singing. You didn't sing one time your countries. يلا now يلا you have 1 minute. I don't have medicine. يلا medicine. No song. Any song now. يلا يلا you have less than 1 minute. يلا. جامبو بوانا عباري غاني مزوري سانا وكاني كنتني وكاري بيشوا إماراتي أكونا بطاطا. ثانك يو حنايا. شكرا ابوي على باغة هالورد المميزة، شكرا على اللي في الغرشة، شكرا جزيلا. تعرفون عاد شو السالفة؟ هاي السالفة طالت عماركم وحدة بس، ما باتت مكان هالبارحي، ويا ساتي دورنها وهالصريخ وهالزعيج كلها. الحين تين والله النكتين، وين ساير مرتغدة؟ أبطيتي علينا يا ربي، فضحتين أخوتي بيت تخبرون عنك. ما فينا بيقولوا مرغدين بنيك، ما يستوي ما يستوي ما يستوي. إيها كل هذا لأجلها تأخرت، تأخرت ساير ويا ربيعاته، ساير ويا ربيع قالت بتصير أبوي عندها درس، وتأخرت في الدرس. ولين الحين أذن المغرب وصلت العرب وهي مايت، وحين زايقين زياق من الأخو والأخو شري شري بطيري يسمونه أبو شنب، أخوها شنب شنبات شربات لين تحت دقمة لحيته. وحين متروعي متروعات الخوات واللم زايقات يا الأخو ليزولها تزوي، بيزولها من الرغدة مرتقدة من الظهر لين حين مايت. اللم زايقة والخوات زايقات على اللخت العودة،
انها بتي وبتلقط اخوها قدامها. وزايقين ازياق النص يزي ما في مع الفضايا. من عنده حيلة فليحتال، من عنده حيلة فليحتال، اولا ما يتسيد بيت خالته. متياورين لي دار بلي دار، بينهم فرية. دخلت بي عند الخالة وقالت هلكيت 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 السالفة، سايق داخل على الله ثم عليك. نشت ابوي حطت تحت سويعيته، الخالة ويتني عند اللم، قالت هلكيت 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 البنت. قالت البنتي بخير؟ قالت لها بخير وسهالة، احنا متروعين ومن الاخو متروعين من بوشنب غرب الله. نشوا ابوي دخلوا البنية وقالوا ابوي كان شيء ضرب وبتضرب اضرب الخالة. كانت ابوي عند خالته وخالته هي. هذا يوم ابوي يقول لك تدفديف، يوم يقول لك تدفديف الميامل، هذا الميامل على سواد الوي. انزين يوم شفتيها انت الغيد مرتقدم الصبح جاي تنجحين المغرب، ليش تحضرينها وتدفدفين عليها؟ هذا المنكر، هذا الخطا. يوم تقاضي الميامل على الخطا، الميامل على الخطا هاي روحها خطا مصيبه. لا بزخل ابو بزخل ام بقول لهم هلكيت هلكيت ما الحين انت بتبونك من محبتك للبنت هذا كله ما بحبتك لها غرب الله. هاي عقيمه مرتقده من الصبح ويت المغرب ويا دخلت الحين الخاله وعفى الله عمي في وجه الخاله ما رام ابويها بشنب يضربها ولا يقول هالشيء ولا يسالها. العام العام طالت عمارك مسايرين ساره هي ويا ربيعاتها ربيعاتها كلهم متيام على سهرات رحله ويا المدرسه سارين الأول يصير الرحلة يعني البنيات ويأخذون الأمر ولي الأمر وهذا الرحلة مدة ساعتين. قرب الله تنزلها الباص ما سارت ما ردت عند أهلها. من الباص أبوي سيد ارتغدل سارن أبوي ما أدري وين سارن الغرير وما أدري وين سارن وما أدري وين سارن ويحاطن هناك في الحديقة اللي قدام الغرير ولا لا وينص الليل وطاحبها اخوها شوخ عم شوختها بخيزران على طول ظهرها. ومن هاي السنين ما سارت لا يمين ولا يسار. يوم عدى اليوم سمعت ايش قال خويات طم احتجرات ارتقدت الغد ولو ما بخالته يا بته كان استوت مصيبه استوت علوم الفضايح الفضايح. العام عام لوي هاك سنين بعد يوم قلت له عن سالفه المدرسه طالع طالع رخصه وطالعين كشت ويا المدرسه يوم تاخرت من عقب شوخ حط الخيازرين على ظهرها اعطاها كف حراميه فتشها هذا صك ابوي مره في ثبانها فتشها صك في ثبانها اودوها مستشفى الجزيره وخاطوها حنشها وامور استوت. ومن هاك اليوم تأدبت يوم عداها اليوم سمعتهم خوات شلات الدنيا فوق روس الكاكوكي كوكاكوكي كوكاكوكي الله يستر الله يستر الله يستر. يلا من امس عاد خلاف الحين بحب بدنا الشبي بتلبس وبسير الجم بنرمس خلاف إذا الله جعلنا من الحيين. شكرا. إني ما أسير الجيم والله لو عندك بمربع على خمرة راسي لا بد ولا عذر من الجيم مستحيل مستحيل لو ينجلب الحبشب لو يستوي اللي يستوي أنا أبوي الجيم لا بد ولا عذر. شو ما شاء الله ساير وياي والناس كلها أبوي تأتي تشترك متفهدة وفرحانين ومرضين وكل شيء أبوي على خير وعلى خير.